السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبي ومتابعي العالم ذكي في فيديو جديد وحلقة جديدة. في هذا الفيديو لدينا مراجعة تقنية لساعة ذكية اسمها زيبليز تور برو، ساعة رائعة جدا بمميزات ومواصفات قوية للغاية. إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناة العالم الذكي فأنصحك بالاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. إذا بدون أي تأخير لنبدأ على بركة الله في معاينة ساعة زيبليز تور برو. كما جرت العادة نبدأ مع أول شيء وهو تصميم الساعة نفسها، والتي تأتي كاملا من المعدن المقوى ما عدا ستراب الخاص بها الذي يأتي من البلاستيك. وكما نلاحظ هنا لديك شاشة رائعة جدا سنرجع إليها من بعد، لديك أزرار من الخلف ومن الأعلى ومن الجوانب، ولديك حساس طبعا في خلف الساعة الذي سيمكنك من الحصول على دقات القلب وكل هذه الأمور. وطبعا لديك سكرو درايف كما نلاحظ هنا من خلاله يمكنك إضافة سيم كارد والاتصال عن طريق الساعة بطريقة رائعة جدا وبطريقة سهلة. أما بالنسبة للكاميرا الموجودة على الساعة، نعم الساعة تحتوي على كاميرا بدقة 2 ميجا بيكسل، وصراحة جودة الصور في الكاميرا لا بأس بها في ظروف الإضاءة الجميلة جدا والعادية. وطبعا لديك حساس خلف الساعة الذي سيمكنك من الحصول على نبضات القلب وجميع الأمور المتعلقة بالرياضة بصفة عامة. وطبعا لديك منفذ الشحن الذي من خلاله يمكنك شحن الساعة بطريقة سهلة. الآن نأتي إلى الشاشة الرائعة الموجودة على ساعة زيبليز تور برو، والتي تأتي بحجم 1.53 إنش من نوع LCD، وصراحة تعطيك ألوان رائعة جدا، ومن خلالها يمكنك مشاهدة فيديوهات على اليوتيوب. تخيل معي، يمكنك مشاهدة فيديوهات عن طريق يوتيوب فقط عن طريق ساعتك الذكية بطريقة رائعة جدا. عرض الألوان جيد جدا، حدة الصورة وحدة الألوان الموجودة في الشاشة رائعة جدا. الآن نأتي إلى مميزات أو عتاد الساعة نفسها. معالج MTK رباعي النواة ب 1.0 جيجاهرتز، نعم معالج صيني، يصحبه معالج رسوميات مالي 400 MP. وطبعا الساعة لم تصمم للعب، نعم لا يمكنك لعب الألعاب المعروفة جدا على الساعة لأن بها عتاد متوسط، وهذا طبعا للحفاظ على البطارية. طبعا الساعة بها نظام اندرويد 5.1 لولي بوب وبها 1 جيجا في الرام، لذلك لن تنتظر من هذه الساعة الأداء القوي الذي نجده في الهواتف الفئة العالية أو في الفئة المتوسطة. أما بالنسبة لمميزات الساعة نفسها، ساعة زيبليز تور برو، فالساعة تحتوي على نظام أندرويد. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه يمكنك تصفح متجر جوجل بلاي، يمكنك تصفح جميع التطبيقات الموجودة والمعروفة جدا على النظام الأندرويد في هاتفك أو في التابلت الخاصة بك، لذلك تأكد أن لديك هاتف ذكي على ساعة ذكية. طبعا لديك واي فاي، لديك بلوتوث، لديك 3G، لديك GPS، لديك جميع الأمور الموجودة على هاتفك الأندرويد ستجدها هنا. طبعا يمكنك تثبيت التطبيقات على الساعة، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى عن طريق سبوتيفاي أو عن طريق ديزر، يمكنك الاتصال بGPS ومشاهدة خرائط جوجل، يمكنك التصوير بالكاميرا، يمكنك الدخول وتصفح التطبيقات على متجر جوجل بلاي، يمكنك القيام تقريبا بأي شيء تقوم به على هاتفك، يمكنك القيام به على هذه الساعة. وكما نلاحظ هنا الإصدار الموجود على الساعة وهو إصدار 5.1 لولي بوب. كما نلاحظ هنا قمت بمحاولة لتحديث الساعة لأحدث إصدار من إصدارات الأندرويد، لكن شركة زيبليز لحد الساعة لم تصدر تحديث جديد. الآن نأتي إلى البطارية، نعم البطارية، وأسطر على هذه الكلمة. البطارية في ساعة زيبليز تور برو تأتي بحجم 500 ميلي أمبير، نعم ليس بالرقم الخرافي، ليس بالرقم الكبير، لكن نظرا لحجم الساعة ومميزات وعتاد الساعة فأعتبرها بطارية جيدة، ستصمد معك من يومين إلى 3 أيام من الاستخدام العادي. أقول العادي وليس الكثيف، إذا كنت مستخدم ثقيل أو مستخدم كثيف ستحصل على يوم كامل من الاستخدام إلى إعادة شحن الساعة. الآن نأتي إلى سعر الساعة نفسها، ساعة زيبليز تور برو يتراوح سعرها ما بين 110 و120 دولار، نعم أنا قمت باقتنائها ب 115 دولار من موقع جير بيست، موقع رائع جدا والشحن مجاني إلى باب منزلك، سأترك لك رابط شرائها أسفل الفيديو في الوصف، قم بالضغط عليه وقم باقتناء الساعة لأنها ساعة تستحق الشراء بالمميزات التي تقدمها وبالتصميم الرائع جدا وبالبطارية التي ستصمد معك من يومين إلى 3 أيام.
إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى من صميم القلب أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم أو من مراجعة اليوم إن صح التعبير. رابط شراء الساعة ستجدوها أسفل الفيديو في الوصف. إلى هنا نضرب موعد في حلقة مقبلة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.